حياكم الله من جديد اعزائي المشاهدين، ونرحب فيكم مره اخرى، وساعة المباركه ابو ماجد. يا مرحبا ابو ماجد، الله يبارك فيك. طال عمرك. انت قصيدتك وطنيه؟ نعم طال عمرك. تفضل خلنا نسمع قصيدتك. احنا بدينا فيك كونك اكبر سنا وغدرا. الله يرفع يرفع قدركم. قصيدتك عن الوطن. الله يرفع قدركم انت والحاضرين والمشاهدين. الله يطول عمرك. مرحبا. بديت باسم اللي عظيم شانه، اللي رفع سبع بلا عمداني، الواحد اللي لا إله غير سبحانه، الواحد عظيم الشان، اللي نصلي له مخافة منه، ونطلب منه سبحانه الغفراني، يحفظ بلدنا كلها ويحماها، ويعيدنا من نزغة الشيطاني، وإنه كافينا موادي خلقه، نطلب من الله يدحر العدواني، يحمي الكويت اللي تعيش الجايع، اللي مسمات باسم هدلاني، من حدث لوعات بقعة وجاها، ومسابها يصبح بها شبعاني، دار الصباح مزبنين الخايف، العز كله مركزه دسماني. دار الصباح مزبنين الخايف، العز كله مركزه دسماني، دسمان سمي من كثر خيراته، وينشد وتلقى العلم له برهاني، واليوم ابو فيصل يقود السفينه، لان انها ترسي على الاماني، يقودها شيخ عريب جده، ينعم بالقايد وبالرباني، شيخ محنك سيرته معروفه، ولي عهده كامل الايماني. شيخ محنك سيرته معروفة ولي عهده كامل الإيماني، مشعل ولي العهد لا نصيته، ما حد يجيه وينقلب غلطاني، مشعل ولي العهد لا نصيته، ما حد يقول بكلمتي غلطاني، دين وعقل وأخلاق ما حد مثله، ولا حد يجيه وينصرف زعلاني، وأكبر دليل الشعب كله يحبه، حب من الله خالق الإنساني، وصلوا على سيد البرايا محمد، مغنة الورقة على الأغصاني، وسلامك وسلامة الحاضرين والمشاهدين. صح لسانك، صح بدنك، صح لسانك يا أبو ماجد. صح بدنك الله يسلمك. محمود هويتي. هلا. أنت أظن مشاركتك بعد عندك قصيدة وطنية. صحيح هذا عدل؟ نعم. فعشان القصائد الوطنية دائما في المقدمة. في المقدمة. إيداع بالشعر غاياته بكل ارتياح، في واقع مستفيض بكل خير وحبور، والشعر دوره كبير وحسب ما هو متاح، يحفظ تراث الأمم رغم اختلاف العصور، يرسم تفاصيل جزلة والنوايا براح، لين استعاد القديم وما تكن الصدور، الماضي اللي مقامه في الغدو والرواح، ما ينحني غير يشحن كل بندق شعور، حتى جعل قصة الأجداد قصة كفاح، تحفظ لنا الحاضر اللي فيه منهج سرور، القصة اللي تخلت والمعاني قراح، حتى لو أصحابها صاروا بوسط، حتى لو أصحابها دفنوا بوسط القبور، يا ماضي أجدادنا نلبسك مثل الوشاح، دامك لنا سيرة عطرة ومصباح، نور أجدادنا اللي بنوا للمجد سلم نجاح، لين ارتقوا في سمى العزة بشتى الأمور، صف القبائل وصف الحضر بلسم جراح، شيعي وسني ما يوجد فرق فعل وحضور، تكاتفوا وارتضوا للحكم شوخ الصباح، على الصباح الكرام بكل وقت ودور، اللي بنوا نهضة ميدانها ما يباح، واللي غدوا دون حد الدار للدار سور، والشعب من حولهم شعب السعد والفلاح، معهم بوقت الرخاء معهم بوقت الشرور، شعب يلبي ندى الواجب وحمل السلاح، يحمي تراب الوطن ولا يصيبها فتور، واليوم نعمة ومان وبارق الطيب لاح، وكويتنا شامخة وجنودها في الثغور، فيها ما نسمع كلام أهل الفتن والصياح، لو حاولوا يجعلون من التواصل جسور، أسماءهم مستعارة ما وراهم صلاح، ما يقبلون النصيحة من طوال الشبور، ما فكروا في الحرام شلون يصبح مباح، ما دام قاموسهم كذب وشهادات زور، واللي يحب الحقيقة والطريق السماح، يحفظ عهد موطنه ولا يطيع معثور، حنا فدا دارنا وشيوخنا للصباح، أجدادنا ورثونا سيرة ما تبور. سلام. صح لسانك. صح بدنك. صح لسانك. صح بدنك. مود ما قصته يقول حنا شلون؟ حنا فدا دارنا وشيوخنا للصباح، أجدادنا ورثونا سيرة ما تبور. سلام. صح لسانك. مرشد البدار شاعر الكويت الكبير يقول حنا فدا يا البلد والدار، تشرح علينا وقت اللوازم، هذاك وقت وهذا وقت. صحيح. ها؟ صحيح. دائما، لكن بإذن الله خير وخلف لخير وسلف بالنسبة للشعراء وبالنسبة للآباء وللشعب والشعب، والحكم طول عمرك يحفظها الأسرة الكريمة يا أبو ماجد، أن في خير وفي نعمة في ظلهم من فضل الله فيها. الحمد لله والشكر لله. الله يديم علينا نعمته يا رب، ويحفظ شيوخنا وحكامنا
وشعبنا عن بكرة أبيه. نعم. وما في فرق. لا وخليجنا كله. كله. خليجنا. والعرب والأمة الإسلامية. أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نبي نشوف خالد السبيع اليوم. الربع ما قصروا جعلهم يبطون حيين ومن يسمع. أنت ترى مخير على قول ما على خير تخير. إن بغيت تقول وطنية فاليوم خلوها كلها وطن. ها والله الوطن يستحق كل شيء أبو فيصل. الله يحفظك. الوطن مهما عطيناه ما مقصرين. وإخواني الشعار ما قصروا. إي والله ما قصروا من عمنا أبو ماجد وأخونا أساتذة في الشعر والأدب والأخلاق جعلهم يسلمون. أنا بجيب نصيحة. تفضل. يقول نعم صحيح الحق يرضي وغير الحق مرضاني ولاني بعجلا على الزلة أراعيها صون فكري وصون الهرج ولساني عن كلمة تغضب الخالق معانيها ولا شجع الناس قاصيها ولا الداني على عن كلمة تغضب الخالق معانيها ولا شجع الناس قاصيها ولا الداني على هروج القفة واللي يوديها وابعد عن أهل الفكر والمذهب الجاني سفاك تدمى البشر حذرا اتماشيها ولا تجادل الناس لو ما انتهى بغلطاني قصر السواليف خير من تماديها وخلك سليطن برايك دوم سلطاني وكل على رايه وفكره يقديها ولا تماشي الهالك اليسار هلكاني جنب دروب الهلاك ومن مشاء فيها ولا تستمع فكر شوعي وعلماني يلبس ثياب العرب لو ما يدانيها ولا تكشف أسرار ناس سترها باني جنب عرض البشر ولا تلتفت فيها ولا تكبح اللي حداها الوقت لك عاني لا جاك لحاجة عندك بتقضيها ولا تقول أنا فلان وابن فلان وفلاني الناس ما ترحمك لا طحت بيديها ولا ولا تصير مقرود بين الناس شراني قصار الأعمار تبلى فيه بلاويها القلب ينبض ويسقى القلب شرياني وصح القلب عروق الدم يسقيها. سلام عليكم. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. يقول لا تجادل شلون ذكرتني لا تجادل الناس لو ما انتهى بغلطاني قصر السواليف خير من تماديها. في آية صورة في القرآن المجادلة. صح هذا الله يرحمه رحمة الله عليه سعدان عابس الرشيدي شاعر وهرم. نعم صحيح. الله يرحمه رحمة الله عليه ولد كان له قصيدة موجهة لي يقول لا تجادل عاشقين الجدال أهل الجدال من عيال البدو ولا من الحضر حضري. الله يرحمه. الله يرحمه. قصيدة اي والله الجدال طبعا من النصائح اللي تقدم ان لا تجادل وانت. نعم. مثل ما قلت خير ما يذكر فيه الشعر هو الشعر ابو فيصل عليه من يسمع الدين. الدين رساله. نعم احنا عندنا محتوى رساله للمجتمع بشكل. نعم. عام. نعم نتمنى ان شاء الله ان وفقنا في هالشيء باذن الله. لا انت كل اللي يجي منك حلو انت ما عليكم زود. سامين الله يحفظك. فايز امتعتنا في حلقات سابقه وحبينا نكرر هالجية وسعدنا بوجودك يعني صراحة. الله يبارك فيك. شو محضرنا اليوم؟ سعيد صراحة مع أخواني. الله يحفظك. وفي هذه الحلقة أنا أحب أطلع شوي عن الغزل. يعني أقول لا والله إلا وبينت لي نواياه. بعد الغياب اللي حسبته تغلي شيء يهون وشيء أكبر من الآه ما أقول غير الله يسامحك يلي ما بين بعينه من الحب ما جاه ماني مقصر به ولاني مخلي رخصت له عمري من أقصاه لدناه قدمت له من مجمل الروح كلي كنت أحسب أني لآخر العمر وياه ويكون من دون المخاليق خلي يتعب على راحته وأدور الله ولا هو تعذر لي ولا هو وصل لي كم ليلة والضيق ضيفي بلياه كم ضحكة مرت وعدت محلي أقدر العشرة إذا مر طرياه وحشم الدمعه ولا اقول هل يالله يقدرني على مر فرقاه والله يصبرني على ما حصل لي بستنجد النسيان وصد ذكراه واسترجي ابواب الفرح والتسلي ضيقه بين المعاليق بالله حني على حالي وبالله واللي توي عرفت اللي حصل لي واعزاه ان غيبته فرقه وما هي تغلي. سلام. صح حسان. صح بدنا. احسنت احسنت. دلان يا مساعد يا حياك الله. الله يبقيك. انت تشارك مع الزملاء واخوانك اي بالله وهذه اول مشاركه. اي نعم متشرف بتواجدي بينكم. احنا نشرف والساعه مباركه. الله يبارك. احنا سعداء بوجودك. الله يرحم والديك. شاركت قبل هالمره في برامج مشاركاتك بالصحافه. شاركت على طاري الصحافه انا اول مشاركه لي 2008 2009 أي. عند الأستاذ الفاضل أخونا الكبير نصار الخمسان. نعم. أبو خالد. أبو خالد هو من مؤسسين الحركة الشعرية أنا أشوفه بالكويت.
عميد الصحابة. عميد الصحابة كان يوم اليوم عميد الصحابة الساحة الشعبية. نعم. وحاليا هو أمين سر. أمين سر دوانية كان ممسي. نعم. عليه بالخير أبو خالد. بالله ونعم يستاهل ويذكر بالمواقف أنه هو من مؤسسين الديوانية يعتبر وله صورات وجولات في المجال الإعلامي الشعري. نعم. يستاهل. 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 وانت جزاك الله خير على ذكر لا يستاهل. لا بالله يستاهل حقي. ايه. علينا بعد الله يحفظك. ايه. طيب وانت شو مشارك ويانا اليوم؟ والله عندنا مشاركة نقول يا حبني للي على الطيب مرباه اللي على فعله تشوفه المسرة ويكرهني للي عيونه المخباه اللي ما يرجي من وراها المبرة الفعل ذكر عند الأجواد تلقاه والمال ما يغني بخيلا يصر خلك سحاب لن تشاء وانتثر ما يحيي هشيم صالي الحر ضره وانا خويي لا بقيته من اقصاه يجي على الهقوه لله دره وجه السعد يا حي فاله طرياه ثابت مثل نجم الجدي بالمجره وانا خويي مزعله وتعداه واذا خطينا لالتقينا انتشره خاوي الطيب ومثله وشرواه واتعب على شرواه مليون مرة ولا الردى بيت على ماش مبناه وبيت على ماش ضعيف مقرة والرجل يبحث عن نصيبه بمسعاه والعمر بيد الله خيره شر وشره يا كاتب التاريخ وشلون نقره الوقت له لذات حلوة ومرة صح لسانك احسنت يا دلال والقاف على أرى ذكرني بسديري له بيوته على فراش الموت الأمير سديري رحمة الله عليه كان من كبار شعراء الجزيرة يقول السلطان شفت الموت مرة ومرة والثالثة يا أمير كشر بنابه ما بيه لكنه بلاني بشره زود على خيله يجمع ركاب يا سلام يا سلام لو هو ظهر لي في صحاصيح برة نذر علي نذر علي إني لا شلون أودع صوابه ها نذر علي إني أودع صوابه إيه لبين صوابه نذر علي لبين صوابه نذر علي إني لبين صوابه نذر علي إني لبين صوابه رحمة الله على الشاعر والأمير محمد السديري وصح لسانك يا دلال وأعزائي المشاهدين هذا الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله أعزائي المشاهدين من جديد نعود معكم ومع أبو ماجد حياك الله نعم طال عمرك عندك قصيدة وطنية نعم الأيام عندك مناسبة عن الحج وحنا تعرف أيام حج والله نعم حنا أيام حج والحج ركن الركن الخامس من أركان الإسلام سلام للمسلم القادر المستطيع نعم نعم رضى الله كلام طيب أي. الله وأنا أقول طال عمرك بهالمناسبة أقول أنا نويت أترك جميع الطواريت سلام وحج بيت الله وكبر ولبي علي ذنب كبر بنات وطويت ولاني ميس دام الإله ربي سبحانه يغفر ذنوبي لو علي غواليت وأنا العفو يلولي مشرهبي والحج فرصة ينشام المطاليت والأمر واضح مع الله التغبي خامس ركن مفروض على المخاليد للمسلم القادر إذا كان حبي سلام. ومن يترك القادر فلا للتوافيد جفت عليه من الوقايد مهبي سلام ومن يترك قادر فلا للتوافيد جفت عليه من الوقايد مهبي هبولها قدام لا ينشف الريج وقدام من نار عليكم تشبي الموت ما يعطل بنادم مواثيق لي ومرها الله على العبد طبي يالله يا فارج عن المسلم الضيت وسعنا في القبر ساعة نكبي ليطبقوا قبري من اللبن تطبيت وهاي العلي الرمل من كان أحبي وكشف الغطاء عما تكن الصناديد والمعذر وصدوام يصبي سلام وكشف الغطاء عما تكن الصناديد والما على رؤوس الضوام يصبي وجوني ملائكة الحساب العماليك يلا عساني للسوال استلبي وافهم وجاوب واخذ الحق وفيك وارفع كتابي في يميني مغبي ووضع الصراط ودقق الامر تدقيق يلا ثبتنا مع اهلان طبي واجعلنا يوم القيامه معاتيك يا خالق الانسان عجل التنبي هذا كلام ما يبلح تصديق ولا يلحقه من راعي السب سبي وموثقة عن راعي النقد توثيق ألم فيه عن الغلط مستتبي وسلامك وسلامة الحاضرين والمشاهدين صح 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 أحسنت يا أبو ماجد أنت ما حجيت يا أبو ماجد إلا والله حجيت 34 حجة ما شاء الله فضل الكريم لا إله إلا الله اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد أنا أسمعك تقول لي القصيدة بوقت حج هو يقول بحج إن شاء الله الحج أنت ناوي السنة هذه يعني إن قدرت إن الله كتبها إن الله كتبها الله يسهل لا هو القصيدة قالها يا تو يا
قالها وحج. اي لا حجيت الحجه حجيت لله الحمد توي معتمر في رمضان 4 ما شاء الله تبارك الرحمن. الله لا يحرم كل اجر ويكتبها لك. كان عندي حمله مصغره حملها حج فيها مع جماعي. يلا يوفقك. وقفوها عقب جت الحملات الرمضانيه. اي صار الحين يقولون الحملات على اسعارهم غاليه على 3000 2500 7000 6000 لا حول ولا قوه الا بالله. يعيننا الله سبحانه وتعالى. محمود هلا انت لك قصيده عن عتاب الخويه او شيء الرفيق بويتات ما هي بقصيده. اي يقول عاتب رفيقك وخل عتابكم مستحب لا تطعنه بالكلام ولا تثير غضبه بين له انك رغم ما صار منه محب عساه يدرك خطأ ويقنع وينتبه ونضاق صدره عليك فكون ربك رحب أغلق مجال النقاش بكلمة تعجبه وحاول قبل يلبس ثياب الغضب تنسحب ترى انسحابك يزيدك في الصبر مرتبة من باب سد الذرائع واحترام الصحب وضح له إن كان فيما قلت له مشتبه وإنك لما شان وجه الوقت ولا شحب الفزعة اللي تجمل لحيته وشنبه. سلام سلام. هذه مو بويتات يا والله هذه قصيده. هذا كل بيت فيه عن قصيده. الله يعطيك العافيه. احسنت. الصداقه والاخوه دائم لها هذا الرفق. الرفق نعم. اقوى من الصداقه هم. نعم نعم الرفيق رفيقك مالك منه مجال في قدر ما تستطيع اصبر عليه وان شفته وصل مرحله الغضب اختار الانسحاب. هذه نصيحه طيبه وجميله وقصيده ما تجلى من شاعر يعني. يطول عمرك شهادتك. لا يهون من يسمع شهادتك. طيب خالد سم طال عمرك انت ممتع دائما ما عليك زود وحرق. شو محضر لنا؟ طبعا الشاعر محمود عليه يعطي حيوم يسمع جارنا للأخوة. الأخوة لها معاني كبيرة تسمو عند الشاعر والشاعر دائما يطرقها حتى لو اختلفت القصيدة المضمون واحد. فأنا أقول الأخوة اللي ساسها يبنى على أساس متين حتى ولو مهما حصل يبقى قويا ساسها. أقولها والناس تفهم ويش قصدي يا فطيم ميز وتعرف طيب العربان بين أنجاسها وترى المواقف تكشف أمورا على ما تبين تعرف تفاكر البشر وأنواعها وأجناسها. واحد وفي خير لك من خوة اللي خايبين لا من نهمته قال أنا لها وأنا نبراسها دون الخوي ما ينثني يدحم ومد لها اليمين خوة رجال الطيب في الموقف قوينا باسها وأهل الوفاء لأهل الوفاء والغانمين الغانمين وأبعد عن الأنذال شجرة ما ربح غراس. والخاتمة صلوا على محمد شفيع المسلمين تعداد ما هبت هبوب وذعذعت نسناسه. صح لسانك. صح. اللهم صل على سيدنا محمد. فايز. خلني اخر واحد. تبي مسك ختام ولا تبي؟ لا بك الحين وبعدين مسك الختام. هيا مسك الختام. ابشر. تفضل. اقول جيت لا شوق وموده لا ولا حب وغرام. سلام. جيت في موعد رجيته لاجل اقوله بكلمتين اسمعيها. قبل يبدأ منك أعذار وكلام دام فكرتي برحيلك ما لتشلها ترحلي نرحلي وداعت الله ما على مثلك ملام من عرفتك ما عرفتك غير وانتي تخدعي نرحلي وخلي الأماني في فضا عيوني تنام رحلي وخلي الليالي تسكن القلب الحزين ما انتي أول من يفارق لا ولا آخر مرام ما انتي لزين في عيوني فالبشر مليون زين قلبي طفل في يدينك والطفل ذاق الفطام ما تجرع غير ظلمك وانعدلتي تظلمين روحي كانت في ربيعك تحتضن فل وخزام لين ماتت من ضماها وضمها قبر السنين خنتي ظنون ورجاوي خابت وعود وذمام طاحت عزوم المشاعر وانت فيها تجرحين انتهى طاحت عزوم المشاعر وانت فيها تجرحين انهدم بيت الأماني وفارق البيت الحمام ما بقالك غير ذكره كان ودك تذكري نذكري وشلون كنتي يوم كنتي في هيام هايمة بين الحنايا ومن حنيني تلتوين كنتي روحي سر بوحي صرتي طعون وسهام كنتي حلمي صرتي همي زادني دمع وأنين كنتي نسمة وضي نجمة صرتي أشباح وظلام كنتي بسمة صرتي نغمة كدرت قلب وعين كنت في عيني وجود وباقي الناس انعدام كنت فيني من جنوبي لشمالي تسكنين كنت نادي بكل وادي وانت ما قلتي حرام ذابت أصوات وحناجر وادري انك تسمعين حبنا
راح بطريقه يا عسى دربها سلام حب نصدق من كلامك لو بغيتي تنطقين حب نوفى من وعودك طاربي فوق الغمام صافي مثل العذوبة مجمل أطباعه رزين انجرح من يوم غدرك اشترى بصدقه وسام آه يا عينك قوية تجرحينه وتضحكين انتهى ذاك اللي كنتي وانتهى عمر الغرام وافترق دربي ودربك لا أجيت ولا تجين مختصر باقي كلامي واسمعي مسك الختام دام فكرتي برحيلك مالك الا ترحلي. يا سلام صح لسانك صح الدنيا. شو يقول في بيت يقول الفطام شلون؟ ذاك قلبي طفل في يدينك والطفل ذاق الفطام ما تجرع غير ظلمك وان عدلتي تظلمي. يا سلام صح لسانك. شعره المرحومه عابرة سبيل شعره كبيره من شعراء الكويت. نعم. عابرة سبيل علم من اعلام الشعر النسائي في الكويت. تقول عقب فرقه لها تقريب 20 عام لا اتصال ولا مكتوب واصل لها. أحسب أن المحبة مثل سن الفطام يد لها الورع لهيام. نعم. ويملها وثل حبة سكن سقط بين اللحم والعظام منتشر بالعروق اللي بدأ يسن. الله يرحمه. صح لسانك صح الدنيا. أعزائي المشاهدين هذا الفاصل ونعود لكم مرة أخرى إن شاء الله. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. ودلان يا مرحب. حياك الله يا دلان. الله يبقيك يا مرحب. أن الدور وصل عندك الحين. تبشر بس عن كف. عندنا قصيدة هلالية إن شاء الله أنها تجوز على أرضاكم. تفضل. أقول من البارحة يحتال فكري وحايله من البارحة يحتال فكري وحايله وعلى الحجة البيضة يثبت دلائله وعلى الماضي اللي نذكره من قصايده وعلى نهج راشد لا بدع في مثايله تفكرت في الحاضر وفي ماضي مضى وعرفت أن هالدنيا مع الوقت زائلة ومن يصنع المعروف والطيب ينذكر ولو مات تحيي طيب ذكره فعائله الإنسان من غير الوفا ويش قيمته لغاب الوفا فالرجل بانت خمايله خوي المصالح بالمواقيف لا بدا مثل بيت جدرانه على الساس مايله ضعيف الروابع لا بدا لازمه جفل علوم المراجل عند شرواه هايله وخوي الوفا بالضيق تلقى مواقفه حضوره مثل مزنن تلاعج مخايله كم الغيث لا حدر من المزن لا همل على الوادي اللي مجري الله مسائلة خوي اليسر والعسر باللين والقسى يسد بغيابه ذكر طاري جمايلة أحب الصديق انغبت سد بلوازمي على الحق والماجوب بانت صمايلة عزيز الجناب وما تردى عزائمه هذا والله اللي ما ندور بدائله. صح لسان. أحسنت ما شاء الله. شاعر شاعر جزل يا دلال. الله يرحم والديك. قصيدة ما تطلع إلا من شاعر. شاعر جميل. الله يرحم والديك. جميل ما شاء الله تبارك الله. أشوف محمود عنده روح طيبة يعني مهما كان لكن يحب القصيد الطيب من طيب راسه يعطي دافع دائما طيب وهذه ميزه للناس الكبار يعني كبار قدر هذا الواجب من طيب راسك احسنت لا هو يقول راشد لا شاعر قصيده طيب هذا السن ويكتب على هذا الطرق وبهذه المفردات هو يقصد راشد الخلاوي ما ادري انا ادري اللي يقول نعد الليالي والليالي تعدنا العمر يفنى والليالي بزايد يكتب على هذا الطرق وبهذه المفردات ما يقال لها لله دره الله يرحم شيبانك هذه شهاده الله لله درك انت يا اي بالله هذا من طيب راسك صح لسانك صح لسانك الهلاليه وله معنى والمفردات اللي قالها وعندنا شاعر كبير احنا ممكن اكبر منه سنا اكثر منا خبره ودرايه يعني معرفه وما وجد الله يحفظه وانتم كلكم شعراء والحمد لله يعني هذا من ما يجملنا الله فيه سبحانه وتعالى عسى الله يجملنا شرواكم اي والله شرواكم وان يكون معانا في حلقه مثل هذه ونقدم شيء ان شاء الله يحوز على رضا المشاهدين والله يا محمود انا يعني لو اجيبك كل حلقه ما امل منك سرى لا انت ولا الموجودين الله يحفظك الله يحفظك لان علم طال عمرك اي والله يستاهل اي والله وشاعر وله فلسفه خاصه وحتى في الحياه انسان ما شاء الله تبارك الرحمن ولا نفضل عليكم طبعا احنا وصلنا عندك ابو مناور مره ثانيه ابو نعم ماجد نعم انا نعم مركز على غازي مناور ابو مناور نعم ابو ماجد ولا انت ابو ماجد اشهر من نار على العلم نعم يا ابو ماجد الله, الله يحفظك اسلم كنا عندك قلت اجتماعيه يا ابو ماجد ولا تبي التغزل لا فيها واحده ما هي اجتماعيه اقول اخذت لي فلبر 15 يوم سلام ربيع وناسه وخوه نشامه سلام الكل منهم خوته تبعد اللوم ترجعك في العمر 20 عاما يا سلام الكل منهم خوته تبعد اللوم ترجعك في العمر 20 عاما
ودك تخاوي مثلهم كان ملزوم، ودك تخاوي مثلهم دائما الدوم، الخوة اللي ما يجيها الملامة يطيبهم طيبه لو هم من القوم لهم معزة عندنا واحترامه. السلام. ما ينحرم من شكلهم غير محروم، ولا رضيع تحت سن الفطامة، تمشيهم جالس رجال نقروم، وقصيد وناسة وهرج تماما، ولا كلام من زين مهوب مذموم، ما بغلط يحلو زين الكلامة، ودك تخاوي مثلهم كان ملزوم، ومفاتك هذه عليك السلامة، واليوم جاف الجو معاصير وغيوم، الصيف حل وحل وقت الصرامة، وقت المكيف والمقاييل والنوم، والعادة بطلعات بعد الصيامة. صدقت. وحياتنا هذه ملذات وحلوم، والدايم الله والبنادم مدامة، ولا يوجد إنسان عن الشيء معصوم إلا رسول الله رفيع المقامة، عليه صلي تالي الليل وقوم واسجد وناجي الله كفيل اليتامى. وسلام الله اللهم صل يا سيدنا محمد. أحسنت يا أبو ماجد، صح لسانك. الله يصح بيدك الله أبو عمر. محمود. من طاح له طيح تما عاد منها وقوف، قام يتحسب على العالم بلي سبب، ويقول هذه تطوف وذي ما والله تطوف، وإنها من أهل الوفاء ومحققين الوجب، وأنا معي عقل وعيوني ما زالت تشوف، يروث بموت راع الفسالة ما يخلف شبب، واللي مضر على حب الخشم والكتوف، بكرة بتجعل ظروف الوقت توها مطب وتلبسه من ثياب الضيق ثوب الحسوف، في ساعة من يشب النار زاد الحطب، واللي يعرف الحقيقة يا كبار الصفوف يدري بما الله خذا منا وما الله وهب، حياتنا فانية وأعمارنا للكسوف، ولا أن في الحياة إلا مربك كتب، ماني بحب المجامل في كثير الظروف، ولا أشماله علينا لو يعاتب عتب، والطيب في وقتنا التالي ما هو بمخلوف، دام أكثر الناس يجد الطيب شر ونشب. سلام. صح سامح. أحسنت. أحسنت. خالد ناصر السبيعي. نعم قلت صح الاسم صح. الله الله ونعم. ما يجي منك الله الصحيح. ونعم ستين. نعم الله عليك. شو محضرنا يا خالد؟ والله اللي تبون، تبون اجتماعية، تبون نصيحة، كل شيء موجود. ما على ما الخير تخير يقولون يا أبو ماجد. نعم. كل ما يجي منك حلو، وأنت ما يجي منك حلو، وأنت ما يجي منك. الله يحفظك طول عمرك. يقول خل الهروج الزايدة واسمع كلامي يا فطين، والكلمة اللي ضايعة خلها تروح بفالها، لا تستمع هرجة تضعيف يتبع إبليس اللعين اللي يجمع للنمايم بالمجالس قالها، احذر وحذر واحتذر منهم على طول السنين، الشله اللي فال ربي خير لي من فالها، من فالها. والمسلم اللي خايف ربه على تقوى ودين، نفسه مع اهل الخير لاهل الخير مد حبالها، ما دور الشانه عن الشانه تشيم لا يشين، يخاف من يوم به العالم تشوفه اهواله، هذاك يوم فيه نار وفيه جنه فرقدين، والناس حسب اعمالها تجذب حسب اعمالها، احد يحسب حسابها وفلح فلاح الغانمين، يقدم الحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، واحد بغفلة ما درى أن العاقبة للمتقين، لا شاف لها فتنة، يقول النار زيد إشعالها، والخاتمة صلوا على محمد شفيع المسلمين، تعداد حبات الرمال وصخرها وجبالها. سلام مصر. صح لسانك. اللهم صل على سيدنا محمد. دلان يا مرحب، سمعتنا قصيدة وكانت جميلة جدا، الله يرحمه، واثنين عليها، أنت مجمل في مستواها ولا؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله. اللي يقدم شيء لازم يكون ان شاء الله، يمكن يجيب اقوى، يجيب اقوى والله ان شاء الله. القصايد توافق وانا اخوك مره، لكن الله يقدرنا ان شاء الله. يا الله تسلم، كل شيء منك حلو. الله يرحم والديك. اقول ضيعت بالغربه حدود المساري، ضيعت بالغربه حدود المساري، وضاعت معي كل السبل والمحاصيل، ماني بمجبور ولكن إجباري إني أكمل رحلتي وأسرج الخيل، غادرت أدور عن زوايا قراري، ومشوار خطواتي يقرب لي الميل، يليت هالواقع يجي باختياري، مكان غنى ليلنا بالمواويل، ليه المطر ما بل ريق الصحاري، وليها السكون يعاتبك يسود الليل، وحتى نسيم الشوق ما جاب طاري، وحتى البحر شح وجفى بالمراسيل، يا الغايب الحاضر عليك الطواري، والعين غطتها كفوف المناديل، أنا أدري إنك لو ما كنت داري إنك طريق وفي نهايتك قنديل، لو طال دربك ما يمل انتظاري، ولو طال عمري ما تحريتك تميل، وجه الصباح إن كان ما به مواري، وجه الصباح إن كان ما به
مواري تضيع في الزحمة جميع التفاصيل يا خاطري اقبل جزيل اعتذاري على السنين الماضية والغرابية رديت فنجال عليه انكساري وشربت من صبر الليالي فناجي. صح لسانك صح لسانك وقصيدة جميلة يا دلال. فايز نعم مساع أو قبل شوي كنت تقول مسك الختام وقلنا لك بنخليك مسك الختام الآن أنت مسك الختام. والله الربع كلهم ما قصروا إيه والله وأنت تستاهل وهم يستاهلون وإن شاء الله أبيات وإن شاء الله تعجبكم. أتفضل. أقول على الله والعمر ساقة عن دروب الردى زاحت عزيز النفس ما ساقة هوى العازة ولا راحت. على الله والعمر ساقة عن دروب الردى زاحت عزيز النفس ما ساقة هوى العازة ولا راحت. ربينا خيول سباقة لكسب الطيب واجتاحت حصون العزة ورواقة مغيرات ولا شاحت. خذينا من الزمن طاقة على حمولة ولا طاحت رغم ضيقتنا بخناقة ضمايرنا بهرتاحت. رضينا بشحة رياقة ولو جروحنا صاحت عروق الصبر تواقة ولا بروق الفرج لاحت. رضينا بشحة ترياقة ولو جروحنا صاحت عروق الصبر تواقة ولا بروق الفرج لاحت. تعودنا على شقاقة ودلت شورنا فاحت وزلت ربع ورفاقة مع شمع الرضا ساحت. على الله والعمر ساقة عن دروب الرداء زاحت عزيز النفس ما ساقة هوى العازة ولا راحت. سلامت. صح لسانك. صح بدنك. صح لسانك يا فارس. إن شاء الله. تنطر إن شاء الله. تعليق بسيط. تفضل. إيه. عندما يختار الشاعر قافية الصدر والعز وتكون بهذا النغم وهذا التناغم وهذا الموسيقى المرتفعة الله يرحم والديك كلها صدى في الأذن إيه سبحان الله جميل جدا توصل القلب سريع ها جميل جدا صح صح ما عليكم زيادة ما عليكم زيادة الله يرحم والديك شهادة يعني كانت مسك ختام مسك ختام شهادة نعتز فيها تستاهلوا تعلم منكم موسيقى جميلة وقافية جميلة نعم ما شاء الله جزاك الله خير بيض الله وجهك. احنا نشكر أول شيء أبو ماجد ونشكر اخواننا الشعراء جميعا لكم جزيل الشكر. شكرا. نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه اعزائي المشاهدين. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه على امل ان نلقاكم في الاسابيع القادمه. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقه محمد فلاح العدواني.